السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا ويا مرحبا بالجميع حياكم الله في فيديو اليوم اليوم حبيت كذا نبدا تنظيفات المطبخ الحمد لله تقريبا خلصت جزئيه كبيره فاول ما بديت اليوم كنت بق كنت صراحه ناوية انظف الدواليب بس بما انه التغليفات ما وصلت قررت انظف كل اجهزه المطبخ احب انظم شغلي ويكون شغلي كله هو منظم يعني ما أشتت نفسي وقت الشغل عشان ما أتشتت هنا معجون الليمون اللي سويته معاكم وبرضو عندي فيري أه، ترى أنا هنا بنات كثرت شوي الفيري ووالله لا يوريك من الرغوة اللي صارت حفلة عندي أه، بس لأنه ما أدري سبحان الله ما أنتبهت رغم أنه صار لي يعني الموقف فأنتم حطوا يده بشي بسيط بس أو بالإسفنجة بعد أفضل أه، أنا بستخدم الرغوة عفوا المنظف حق اللي هو غساله الاواني وجربته معاكم كثير مره حلو صراحه وبطل وينظف من قلب بس ما عندي فقلت بنظفها اليوم وعلى ما اطلع ان شاء الله اجيب باقي الاغراض اللي محتاجتها للبيت اجيبه معي استخدمت هنا معجون الليمون المعجون هذا مسويته معاكم في فيديو سابق طبعا من الليمون حاطة معاه بكرمونات الصوديوم وشوي ملح الليمون فهنا قعدت أدعك كل الفراش التنظيف العميق ضروري اللي عندها غسالة مواعين تبقع أو عندها مشاكل فيها تجرب التنظيف هذا لمدة أسبوع مو شرط معجون الليمون بس تحطون موية مغلية كذا وتغسلونها وتحطون معاها شوية صابون وفيري وحطوا معاها خل بس داخل الغسالة لا أحط بس اللي هو الصابون إفيري وموية وأغسلها كلها أحط معها شوية خل بالزبدية هذه وبس أدعك من كل الجهات بما أن أنا غسالتي مخفية فاللي عندها زي غسالتي تنتبه للأزرار على طول أو ما تدعكين تمسحينه عشان ما يخرب عليكم البرمجة أه طبعا كثير يجيني أسئلة عن غسالتي غسالتي بنات من ماركة أريستون أنا مجربتها ببيتي سابقاً ولما سكنت بيتي هذا شريت أرستون بعد ومنهم مدحوا لي ماركات كثير لكن صراحه يعني انا احب الشيء اللي انا جربته واستفدت منه فصراحه كانت مار حلوه ويعني تركتها وهي كانت ما شاء الله شبه جديده ايش السبب اللي تركتها ما تجي مخفيه داخل الدولاب ولا هي والله ما تغيرت ابدا معي يعني من كم سنه فاستعنت بأرستون صراحه وغسلتها كذا ودعكتها من كل كل الجوانب بنات ادعكوها من قلب آه برضو ال من داخل آه شيكوا عليها يكون فيها احيانا ترسبات او شيء آه طايح فيها فضروري ننظفها بعدها رجعت هنا المروحه والاشياء اللي انا غسلتها وخلاص رجعت ال الادراج كلها والحين بحط لو عندي المنظف الثاني حطيته بس انا ما عندي خلاص كفلت الغساله شغلتها وخليتها تغسل وهنا فككت الشفاط وحطيته بغسل الحقات وكذا حطيت عليهم معجون فل فلفل اقصد معجون الليمون مره حلو صراحه ينظف ويشيل الترسبات واذا ما عندكم عادي حطوا بيكربونات ملح الليمون فيري ومويه مغليه ضروري ان تكون مويه مغليه لانه مليان زيوت فالزيوت هذه تنزل وتروح كل الترسبات فهنا سكرت الحوض وخليتهم ينقعون بنات تقريبا ربع ساعة وبعدين رجعت أغسلهم وأصب عليهم بعد موية مغلية مرة ثانية عشان أتأكد أن كل الترسبات انطفت معي وهنا بعدها أخذت التوستر جهازي بنظفه أول شيء كبيت كل اللي موجود داخله من قطع توست قطع مخبوزات وبعدين مسحته أنا هذه طريقتي بتنظيفه إذا عندكم طريقة آه للتنظيف حقته عطوني ما أدري صراحة أنا ودي أنظفه من داخل بس ما مو عارفة شلون أنظفه فكرت أني أدخل فوطة من داخل خفت أنه يعلق فيه بلاستيكيات أو شيء فصرت أنظفه كذا أحط على الأطراف آه السكين ويعني أنظفه بالأطراف أحس أني محتاجة صراحة فرش دقيقة للتنظيف مسحته كذا من برا طبعا أنا أنظفهم صراحة أسبوعيا بس أنه يعني بما أني أنظف الرمضان إن شاء الله قلت خلنا نظفه مرة واحدة هنا عندي جهاز سلك البيض بنات هذول يجي أجهزتي هذي اثنين كلهم منفر السكراي يجننون صراحة مرة يعني لهم شهور صراحة معاي ما تغيروا حطيت المعجون هذا بنات اذا ما عندكم المعجون حطوه خل عادي بس انا بما اني سويته معاكم من قبل حبيت اني اجرب معاكم المنظفات يعني هو صراحه مره حلو بديل للمنظفات اللي تجيكم ثقيلة أو قوية ريحتها هذه منظف طبيعي مرة حلو حطيت على جهاز السلك كذا وبس دعكته بالاسفنجة وخلاص طلع معاي لك بس أنظفه مسحة بالفوطة بعدين أحط عليها ملمع زجاج وألمحهم من برا هنا الغلاية حطيت عليها ملعقة بعد من المعجون إذا ما عندكم حطوا عليها خل اللي عندكم أو بيكربونات أو ملح الليمون أو عصرة ليمون بعد عادي وحطيت عليها موية كذا وخلاص أغليها شوي وبعدين أغسلها بموية وصابون عادية بالنسبة لتنظيف الميكرويف حطيت ملعقة من المعجون الفلفل الماسكة الرو... معي فلفل الرومي معجون الليمون وحط عليه موية مغلية وبدخل الميكرويف آه هالطريقة بنات تساعد انه اذا كان فيها ترسبات الميكرويف تنظف معاكم هالطريقة تنفع بعد للافران العادية القلايات الهوائية مرة ممتاز ينظف هنا حطيته وشغلت عليه دقيقتين وتركته هنا دقيقة وبعدين رجعت وزدته ترى صار دقيقتين معي شاء الله تبارك الله يعني آه حسيت ان الفرن عندي طال الميكرويف طلع, طلع يلق لق صراحة على طول طلعته ودخلت الفرن على ما أنظم الميك انظف الميكرويف يكون عندي الفرن يعني تبخر شغلت عليه شوي بس يعني مو بمرة ما خليته يطول وبعدين رجعت انظفه بالنسبه لطريقتي لتنظيف الميكرويف احط بنات الصحن حقه الزجاج هذا اللي يدور بالغساله لو تشوفون هنا تخيلوا بنات من اثار المنظفات القويه عشان كذا انا صرت ما أنظف أفراني إلا بالأشياء الطبيعية مثل بيكربونات الصوديوم معجون الليمون خل وملح الليمون يعني أشياء طبيعية لأنه صراحة مرة تضايقت ما أدري صراحة أي منظف يعني سبب لي هالشي هذا بس مرة يعني انقهرت صراحة يعني الفرن جديد حرام إنه يخرب زي كذا المهم غسلتهم واللي يشوفهم يحسبهم بقع وهي لا مو بقع مصدي يعني صار من الصدا. المهم هنا نظفت الميكروويف بالليفو الصابون هالطريقة ما أسويها صراحة إلا بالشهر مرة أو عند التنظيفات العميقة للمطبخ خلاص كذا بمسحها من برا بالفوطة ومن داخل وبعدين بحط عليه ملمع زجاج التنظيف الأسبوعي بالنسبة لي للميكروويف بس بفوطة أمسحه فوطة وخل أو فوطة ملمع زجاج اللي موجود عندي أنظف فيه مره ينظف ويعقم التنظيف المستمر اساسا ما يخلي عندك ترسبات قويه ولا يخلي عندك يعني شغل صراحه كثير الحمد لله الحمد لله يعني المطبخ ان شاء الله باذن الله ما راح ياخذ معي وقت كثير لانه دائما وما شاء الله تبارك الله دائما مستمره بالتنظيف للمطبخ والبيت يا ربي لك الحمد والشكر هنا الزوايا اللي عندي في المطبخ اكنسها الم... عفوا الفرن شوفوا الفرن لي فتره صراحه ما نظفته احسه صاير مره حوسه اول شيء كنست كل الاطراف كذا بالمكنسه الكهربائيه عشان ما يدخل الترسبات داخل الدولاب فبعدين بديت امسحه وبجيب الليفه والصابون ونفس المويه هذه حقت الليمون بحط عليها فيري وببدا ادعك الفرن كامل سحبت هنا الزجاج حق الباب بنات وانتم تسحبونه انتبهوا لانه جدا جدا حساس فكنت على اعصابي صراحة خايفة انه ينكسر وانا ما سويت ترى الا مرة بالسنة واذا حسيت بعد انه محتاج مرة وهنا فاصل ونواصل كانت وصلتني طلبية فرست كراي فقلت بشارككم مشترياتي صراحة المشتريات هذه شريتها رمضان اخذت الاشياء اللي انا راح احتاجها بقول لكم عن الاشياء اللي انا اشوفها مره حلوه والاشياء اللي اشوفها عاديه مثل ما عودتكم اني اتكلم لكم بكل صدق وامانه اول شيء اخذت الاناره هذه بعلقها ان شاء الله باذن الله وبوريكم طريقه تزيين فبنات هذه النوعيه هذه جودتها جدا عاليه مره حلوه آه بعدين حجمها مرة حلو كبير يعني مو باللي تجيكم النجوم الصغيرة مرة صراحة روعة حتى جربتها بغرفة مظلمة طلعت روعة يا بنات فإن شاء الله بإذن الله بعلقها وأشارككم هي موجودة في الاستكراي عندهم بعد على شكل قمر اللي حابة تطلبها بحط لكم الروابط حقة القطع تحت في صندوق الوصف وأكيد الكود حقي يخصم لكم بعد زيادة بالنسبة لتوصيلهم بنات ما شاء الله تبارك الله يعني ممكن ما اخذت معي تقريبا تقريبا يوم ونص مره ما شاء الله سريعين بالتوصيل ففليستكراي صراحه انا احبهم باجهزه المطبخ اغراض المطبخ مره حلو وجودتهم جدا عاليه صراحه بالنسبه للحجم شفتوها معاي قبل شوي الجهاز الثاني اللي اخذته جهاز القدر حق البخار هذا يا بنات كنت يعني حريصه مار اني اجيبه فيوم شفته على طول طلبته بقول لكم السبب اللي خليني اطلبه انا استخدم القصدير كثير احب اسوي المانتي المينتو احب مثلا اسلق الخضار على البخار احب اسوي المندي يعني بكثره فقلت اجيب الجهاز المندي اريح لي من اني استخدم القصدير وانتم عارفين اضراره فقلت كنت صراحه أنا اجيب الصينيه اللي تدخل بالفرن بس ما ادري حسيت ان هذا افضل كهربائي اقدر أس يعني في مميزات مره حلوه انا بالنسبه لي لاقتناء الاجهزه تراي جدا حريصه حتى لو كان احد طالب مني مثلا اتكلم عن منتج جدا انتقائيه في الاجهزه احب الاجهزه اللي توفر علي وقت بنفس الوقت ما تكون هدر مال آه ثالث نقطه صراحه ومهمه بالنسبه لي ان يكون الجهاز جدا عملي ومفيد بالنسبه لي فممكن تلاحظون أني أحب الأجهزة كثير فعشان كذا أنا انتقائية والله جدا في الأجهزة الجهاز أقول لكم مرة حرصت أني أجيبه والحمد لله توفقت فيه عجبتني طريقته أنا شغلته وشفت جودته حلو مرة لكن لسه ما طبخت فيه بإذن الله إذا طبخت فيه وشارك الحلو فيه ما يلصق من داخل طبعا في زر التشغيل هذا زر الطبخ وزر التسخين وهذه نقطة مهمة بالأجهزة الكهربائية القطعة هذه اللي حط فيها مثلا الخضار وتحت موية أسلك فيها أو أحط مثلا عليها اللي هو الدجاجة وتحت الأرز فأنتم تبدعون بالطريقة اللي تناسبكم برضو المانتي بعد يجنن فيها فمرة ترى أنا من عشاق المانتي والمنتو أموت عليهم في رمضان مرة حرص أني أسويهم يعني من أكثر المعجنات اللي أنا أحبها صراحة فطريقة التسخين مرة حلوة يعني بدل ما تخافين أنه يبرد أو الشارب برمضان أسويها عليها وارتاح البنات حجمه تقريبا لترين والله ناسية بالضبط بحط لكم الرابط وأقروا المواصفات حقته بس من أكثر الأشياء اللي من فرست كراي أنصحكم فيها هي وجهاز سلك البيض صراحة والتوستر كل الثلاث قطع هذه مميزة صراحة عندهم بوريكم الجهاز الثاني بنات هذا أول مرة أطلبه ولسه ما جربته فأنا ما راح أتكلم عنه وأمدح لكم وأنا ما جربته لكن اللي لاحظته على المنتج المنتج جدا حلو بس إنه صغير بنات يعني اللي احس استخدامه حق عائله صغيره مره يعني ما ينفع حق عائلة كبيرة لأنه تقريبا أحجامه مرة صغيرة مع كوب خلاط مع مطحنة ومعاه عصارة البرتقال حلوة حبيت الفكرة هذه بس إنه صغير يعني الكوب يمكن ياخذ تقريبا حبتين برتقال تقريبا يعني الكوب الثاني الطويل حق الفواكه ليش شريته بنات بقول لكم الأسباب أنا دائما أتكلم يعني عن منتجات في موقعهم فما حبيت اني اتكلم عن منتج وانا ما جربته صراحه آه هذا عليه مدح كثير وقالوا للبنات عنه كثير بس ما حبيت اني اتكلم لكم عنه وانا ما جربت فقلت بجربه واشوف اذا هو آه ممتاز او لا انا محتاجه فقط اللي هو المطحنه وكوب الخلاط فقلت بطلب هالجهاز وبجربه اذا عجبني آه تكلمت عنه ما اعجبني آه عادي يعني ما راح اتكلم عنه الحلو فيه ان له أغطية بالنسبة للخلاط بتقولون إذا تنصحينها فيه أو بالنوتري شوفوا أنا نوتري أحبه ولدرجة أني طلبت واحد لأمي هدية رمضان إن شاء الله فمرة جودته ممتازة مرة رغم أن أمي ترى أعجبها هذا بس قلت لها يعني هذا صغير وذاك أفضل بكثير فكل وحدة يعني وحاجتها هذا الكوب حق الطحن اللي مثل طحن الفلفل طحن الاشياء بتجربوا ان شاء الله معاكم في الفيديو القادم باذن الله وبوريكم وبتكلم يعني عنه وبشو بوريكم يعني قدامكم مباشر بس اليوم حبيت كذا اصور المنتجات هذا بنات اللي هو الجهاز نفسه وهذا كوب العصر ياخذ اتوقع نص برتقاله كذا من فوق يعني صغير ترى مو كبير مره يعني شوفوا قد الحجمه باليد وهذه القطعه تنفك فوق يعني تركبون الليمونه هنا او مثلا البرتقاله وتسكرونه وبعدين تفتحونه من تحت نفس كذا هذه كل القطع بنات ما اقدر احكم لكم على الخلاط الا لين اجربه باذن الله فبجربه ان شاء الله وبقول لكم تجربتي معه هذه كل مشترياتي بحط لكم كود الخصم موقع فرست كراي يعني مو باول مره اطلب منهم اجهزه واجهزتهم دائما جودتها صراحه حلوه لكن انا قلت لكم عندهم الحجم هذا بس انه صغير بالنسبه للقدر هذا بنات اللي شافت القدر اللي عندي الاول اللي اعلنت لكم اياه ترى هذا افضل تقدرون تشيلون قطعه البخار هذه وتحطون قدر عادي فيعني صراحه مره هذا افضل وأجود من اللي صورته معاكم من قبل وهذاك حجمه بنات ترى صغير مره يعني ممكن حق شخصين ثلاثه انا ذاكرت لكم هالشيء المهم هنا نكمل اشغالنا قعدت ادعك كل الفرن من داخل انا بالعاده أنظفه بمكنسة كارشر بس المكنسة حقتي مقفلة للأسف والمو ما عندي الملح فقلت إن شاء الله بإذن الله هي تقدر أفكها بالمفك بس ودي أحط لها اللي هو المحلول حقها بس ما رحت والله لساكو فإن شاء الله بإذن الله إذا جبته بستخدمه وبعدها طلعت على الفرن قعدت أنظف الفرن من قلب صدق نظفت الأطراف شلت الأغطية حقة العيون أحتاج فرشاية تنظف لي من داخل أنا أكنسه قبل وكنت كانست بنات فحطيت بوريك الطريقة الحين أجيب يا أني أنا صراحة بعوادة أو فرشة أسنان صغيرة حقة أطفال كذا يعني عشان تدخل ما تدخل صراحة مرة بس تنظف لي شوي وبعدين أكنسه هنا بديت أدعك الأبيض بالليفة الحديد هذه الناعمة عشان تشيلي أي ترسبات تطلعها طبعا اهم نقطه بنات اللي اول مره يعني او ما تعرف طريقه تنظيف الفرن تحط تشفط بالمكنسه ترى افضل شيء أه في بعد اللي تبي مكانس صغيرة موجود في فرستكراي أه واحدة صغيرة ميني مرة حلوة صراحة حبيت جودتها أنا بناوي أطلبها بإذن الله أه حلوة للسيارة للتنظيف مرة صراحة بطلة أه بقول لكم ليش المكانس حتى لو مكنسة عادية أنا أقول لكم لأنه بنات لما تنظفين هو داخله يعني فتات خبز أي شيء ترسبات طايحة تسبب انسداد صراحة للفتحات وتصير على فوق بعض وتبقى يعني يصير مرة المكان وسخ شوفوا هنا ترى ماني شهر من بس شوفوا لما أدخل العود هذا عود التحريك حق العصير أو الشاي وأحطه داخل المنديل وأنظفه نفس ما تشوفون بهالطريقة وبس كل المكان نظفته والحمد لله كذا انا خلصت طبعا حطيت شوي معليفة الاسفنج الاواني اللي هو معجون الليمون هنا مسحته بس مسح لانه كان نظيف عندي دخلت على جهاز القهوة بغسله لانه صراحة من ستة شهور تقريبا ما نظفته طلعت عندي اشارة التنظيف فبستخدم الفرش والقطع حقت التنظيف انا مسوي معاكم فيديو سابق بنات للتنظيف وكل التفاصيل عنها هنا بفك الجهاز اول شيء طبعا الكبسولات كانت مخلصه عندي فاضطريت اني ما احط قلت ان شاء الله باذن الله بس اجيبها اصير احطها بنظفها تنظيف عميق وبطلب الحبوب ان شاء الله اول ما توصلني ببدا تنظيف وهنا فكيت الفلتر حق الموية أنا غيره كل ستة شهور تقريبا شوف شو معبي مرة مليان موية صراحة ويعني متغير لونه شوي فكيته هنا بفك حق القهوة كل المفكات وهالأشياء بنات موجودة مع الجهاز أنا أحطهم بعلبة صراحة عشان بنفس كرتونهم عشان ما أضيعهم لأن القطع جدا حساسة فلازم أحافظ عليها بالنسبة لطريقة التفاصيل كلها متكلمت لكم عنها في فيديو بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف للي حابة تسوية ونصيحة من كل قلبي ضروري التنظيف للجهاز كل 6 شهور والسبب عشان ما يسبب لكم مشاكل بالمعدة و... فالترسبات الداخلية هذه هي اللي تسبب مشكلة أهم شيء تكونوا جدا حذرين والتنظيف جدا جدا سهل بما ان هالفترة ما شاء الله كل الامهات ينظفون ويسوون تجهيزات رمضان الله يبلغنا احنا وياكم باتم الصحة والعافية ضروري ان كل واحدة منا تسمع لها مقطع ديني انا احط لكم بنات بالمنتدى اللي حابة تشوف انتقاءاتي مرة جدا حريصة ودقيقة بهالموضوع اني انزل لكم مواضيع ان شاء الله تنفعكم دين ودنيا فانا حريصة والله اني انزل اذا سمعت مقطع وعجبني انزله لكم عشان تستفيدون منه ما أحس بالوقت سبحان الله لما أشغله أقعد تقريبا ساعة كذا وأنا أسمع أو ثلاثين دقيقة على حسب المقطع بعد ما خلص أحط قرآن مثلا سورة بقرة وأنا أشتغل بكذا يعني ما ضيعت وقتي يعني بس على مراكض ورا البيت ورا الشغل بالعكس أنا مستفيدة ومستمتعة ومستغلة وقتي الحمد لله وخلاص نظفت الجهاز من برا كذا واكون كذا الحمد لله خلصت جهاز قهوتي بس بحط فيها المحلول واشغلها واخليها تتبخر والحمد لله اللهم لك الحمد باقي لي جزئية المطبخ اللي تنظيف الدواليب وبعدين ان شاء الله انزل لكم تنظيف البيت وتنسيقات رمضان باذن الواحد الاحد كان بخاطري اسوي معاكم كبة بس للأسف ما عندي وقت ولا أتوقع أقدر يمديني فإذا مداني بإذن الله راح أسويه معاكم أهم شي بنات هنا الفلتر نقعته بالموية تقريبا خمس دقايق وبعدين أحطه بالجهاز وبكذا أكون وصلت لنهاية الفيديو إن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا معاي لا تنسوني من دعواتكم ودائما تعليقاتكم ولايكاتكم تسعد قلبي الله يسعدكم دنيا وآخرة واذا كنتم مو مشتركين اشتركوا بالقناه شرفوني وتنوروني لا تنسوني من دعواتكم ونستودعكم الله